الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. ما واجب المسلمين وأهل السنة والجماعة تجاه القدس الشريف؟ هذا سؤال قد ورد إلينا وطلبا من إخواننا المتابعين أن نتكلم فيه. واجبهم هو النصرة. قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فكيف تكون النصرة؟ النصرة لكل بحسبه، نصرة ولاة الأمر هؤلاء بتحريك القضية، بالاستعداد لاستردادها بنفس الطريقة التي غصبت فيها. الذي أخذ بالقوة لا يسترد بمفاوضات. وهؤلاء جميعا آثمون بلا استثناء إذا لم يكن عنده السعي حقيقي من أجل هذا، لأن لا يجوز أن يترك هذا القسم العزيز من بلاد المسلمين عند أعداء الإسلام. العلماء بالكلمة وبتحريك الناس إلى ما هو لصالح أهل القدس. علمت من حال أهل القدس من الداخل وممن زاره من المشايخ أن أهل القدس الشريف من مصلحتهم زيارة المسلمين لهم. طيب، زيارة المسلمين، هناك دول تمنع منعا باتا هذا الأمر، خلاص هذا يؤدي به إلى حرج. من عنده جواز سفر يسمح له بالدخول أو كان يستطيع بدون عناء، فعليه أن يدخل وأن يشتري من هؤلاء الناس، وأن يتاجر معهم، وأن يتصدق على فقرائهم، وأن يحسن إليهم، لأن هؤلاء في حالة رباط. الأموال الهائلة للمسلمين تذهب هنا وهناك، فهؤلاء فقيرهم أولى من باقي الفقراء. أيضا هذا الإنسان الذي يعيش في رقعة صغيرة وتدفع فيها ملايين الدولارات ثم يرفض، وهو فقير أصلا، هذا إنسان من أولياء هذا. يعني إذا لم تيسر له سبل الحياة الكريمة كيف يعيش هذا؟ نعم، عندهم عزة نفس، وعندهم مروءة، وعندهم شهامة، وعندهم رجولة، لكن من كان يستطيع فعليه أن يفعل هذا. عامة المسلمين، هذا جميع المسلمين في الأرض، هذا لا يعذر منه أحد، الدعاء الصادق. ولا تنسى هذه القضية، واجب المسلمين جميعا أن يعلموا أولادهم ما هي القدس الشريف، وما هي فلسطين، وماذا حصل بها، وكيف غصبت، وما هو التخاذل الذي حصل من أهل الإسلام. واجب المسلمين إيقاف التطبيع فورا الدول التي تورطت في هذا، لأن الدخول في هذا يسير لكن الخروج منه قد يكون أصعب. إيقاف التطبيع فورا، إيقاف التطبيع، لأن هذا فيه بيع لقضية المسلمين العظمى وتهاون عنها. الأغنياء واجبهم دفع المال، إذا احتاجوا إلى دعم جسدي وهذا أوجب الواجبات. مجرد بقاء قضية القدس الشريف حية في قلوب المسلمين، فلنعلق صور المسجد الأقصى، فلنجعلها شعارات لنا حتى يعلم الناس أن هذا الجزء وإن مضى 70 سنة على اغتصابه لا يزال حيا وسيبقى حيا وسيعود لأهل الإسلام. الأمور الآن أفضل من قبل، نعم أفضل من قبل، لأن الله جل جلاله لم يجعلنا معتمدين على الأسباب. قال
وأعدوا لهم ما استطعتم. لم يقل أعدوا لهم ما يكافئهم، لا نستطيع. دول عظيمة، دول عظمى تدعم هؤلاء المعتدين، سلاح متطور، أموال غزيرة، تقنية هائلة، رصد، لا نستطيع أن نكافئهم. ولكن الله تعالى قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد رأينا في انتفاضة الثمانينات، كل الناس، العالم كله رأى أن الحجارة أتت بنتيجة، أن الحجارة التي يحملها الأطفال ويضربون الجندي المدجج بالسلاح أتت بنتيجة، حركت القضية، جعلت لهم مكانا على الأرض، ومن كانوا يضربون الحجارة وهم صغار الآن يضربون بالصواريخ. هذا تقدم كبير جدا، فالقادم أفضل وإن حصل خذلان من الناس. الله تعالى بإمكانيات أولئك البسطاء الصالحين يذهب شهيد ثم شهيد ثم شهيد، ولكن العاقبة للتقوى. الآن استطاع هؤلاء أن يدخلوا المجرمين في جحورهم، وكان هذا صعبا جدا. الآن دخلوا في الملاجئ، نعم هم أغنياء وعندهم أموال، لكن حياة الملاجئ حياة كئيبة وحياة حزينة، لا يستطيع أحد منهم أن يخرج رأسه. إذن الوضع الآن أفضل، أفضل أفضل من قبل. لابد من الثبات والزيادة، واجبنا أن نشهر بأولئك الخونة المجرمين الذين يسيئون إلى الفلسطينيين وإلى المرابطين في الأقصى وإلى أهل غزة. وأوسخ هذه الأصناف، سامحوني على التعبير، الأصناف المنتمية للمشيخة وإلى الدين، لأن هذا من الدين المأجور الرخيص، والله أعلم ما الذي وراء الأكمة، ماذا في الداخل الله أعلم، ما هي الإغراءات وما هو الثمن الله تعالى أعلم به. واحد يسوي بين المرابطين المجاهدين العزل الذين لا يملكون إلا أشياء بسيطة يدافعون عن دينهم ومقدساتهم، وبين المجرمين المعتدين الذين يملكون أعلى وأقوى وأعتى أجهزة بطش في المنطقة، 150 طائرة في يوم واحد لغزة، 150 طائرة في 160 غارة جوية في يوم واحد، بينما أهل غزة لا يملكون إلا أشياء بسيطة، ورشات حدادة ونحوها استطاعت أن تطور بعض الأشياء، والحمد لله ذلك الفضل من الله. ولكن الذي أسعدنا أن الأمر بدأ، الحركة السلبية توقفت، الحركة السلبية ما هي؟ التراجع. الآن ثبات ثم تقدم، فالقادم أفضل. واجبنا على كل حال هو النصرة من كل مكان ومن كل جهة ومن كل جهة ولو بالكلمة الطيبة. واجب الخطيب في المنابر أن يخطب دائما عن هذا، أن يذكر القدس الشريف، يتشرف بذكرها وبذكر أهلها في كل خطبة ولو في الدعاء، حتى يعلم المسلمون أن هذه قضية لا تموت كما راهن الصهاينة، قالوا أسسنا دولة والقضية ستنسى، هكذا قالوا، ولكنها لم تنسى بفضل الله ولن تنسى، وستتحقق معجزة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.